حين مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من هنا من ميدان الوثبه عاصمه الميادين، مع انطلاقه موفقه، انطلاقه سليمه باذن الله تعالى، انطلاقه شوطنا الثالث للجعدان الاذاعه المحليات الاصايل لابناء القبائل، واعتبارا انطلاقتنا الاولى للجعدان الاذاعه المحليات الاصايل من مسافتنا المعتادة والمقررة 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من يأتي بصدارة هذا الانطلاق، أعصار بنياس لفاضل بن محمد بن مسلم المنصوري، هو من يسيطر بمقدمة الشوط ويسيطر على المركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني، ورا في ثاني المراكز عالي لسالمين بن دقاش بن محمد العامري، هو من ياتي مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. انتقل بدوري الى المركز الثالث، ورا شاهين ناصر بن سعيد بن مشيط المري، من ينطلق على ثالث المراكز في هذا المسار. الدور دور المركز الرابع، ورا الوصول من سراب لعبد الله بن عمير بن ذويب العامري، لعبد الله بن عنبر بن ذويب العامري، من ينطلق مع المركز السوري. وصول من الشامي سالم بن علي بن راشد الغيلاني، غير مع المركز الثاني ولكن جميل، واصل بكل قوة، تعود الملكية حمد بن محمد بالحب العامري، التحركات والهجوم، وصل إسلام، يا سلام يا سلام، إسلام عبد الله بن عنبر بن ذويب العامري، انتقل انتقالة ممتازة مع المركز الرابع. وصول هنا من مهاجر الفندي بن خميس بالفندي المزروعي، مهاجري بهاجر للناموس، ولكن بعود مع الواعي، الواعي على الصدارة، الواعي مازال مسيطر مع المقدمة، مسيطر مع المركز الأول، على الانطلاق الأول، تعود الملكية للواعي لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي، يا سلام وما شاء الله على هذا الأداء المميز الذي قدمه مشاهدينا الكرام. الواعي لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي، ولكن حذاري حذاري من الشامي، الشامي رافع راية التهديد، يبي الفوز، الشامي الشامي غير الشامي، انتقل إلى المركز الأول، انتقل إلى الناموس، أهدى الفوز سالم بن علي بن راشد الغيلاني، وأسعد الله صباحك على هذا الأداء المميز. المركز الثاني الواعي عبيد بن سالم بن سيف المزروعي، المركز الثالث سراب عبد الله بن عمرو بن ذويب العامري، المركز الرابع كان من نصيب مشاهدينا الكرام مهاجر الفندي بن خميس بن الفندي المزروعي، خامس المراكز جميل حمد بن محمد بن حب العامري. هكذا كانت المتعة والتحدي والإثارة والفوز والانتصار في الأمتار الأخيرة. يذهب إلى الغيلاني، إلى مالك الشامي سالم بن علي بن راشد الغيلاني، أسعد الله صباحك يا الغيلاني على هذا الفوز والانتصار. قبل ما يصل إلى خط النهاية، لعن أنكم التوقيت الزمني 9 دقائق 42 ثانية وفاء وتماما، وأسعد الله صباحكم يا أهل السلطنة على هذا الفوز والانتصار. 9 دقائق 42 ثانية، 6 من الأجزاء مشاهدي الكرام اللي هو الواعي، تعود الملكية لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي، ثالث المراكز 9 دقائق 44 ثانية، 3 من الأجزاء المركز الثالث مشاهدي الكرام اللي هو سراب عبد الله بن عمرو بن ذويب العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.